حياكم الله مشاهدينا برنامجكم المتميز برنامج خوالة الذي يأتيكم في خامس أيام شهر رمضان المبارك مع ضيوفه المتميزين ومع ركن التراث كذلك المتميز. خلوني أمسي على زميلتي مروة. مروة يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ومساك ورد ومساكم ورد ونور وسرور مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم برنامج خوالة عبر تلفزيون فجيرة. أكيد عندنا ضيوف وايد مميزين اليوم وأيضا ركن التراث. يسعد مساك عواطف. مساكم والله تو يوم تقولين خامس يوم رمضان حسيت انه خامس يوم كنت بقول ثالث يوم. الحمد لله يمر بسرعه. الحمد لله ايام حلوه. واليوم في ركن التراث شوي راح نتكلم عن الاصوات الاماراتيه اللي للحين في ذاكرتنا. اتوقع ما في حد ما يعرف علي بن روغه او الشاعره عوشه بنت خليفه. هذه الاسماء الجميله اللي اليوم راح نسمع شوي من قصايدهم ويا خالاتنا هني. وايضا راح نتكلم عن هذه الاغاني القديمه يمكن من بدايه الستينيات وحتى قبلها. راح يكون قسمنا اليوم جميل واغانينا تراثيه. وبعد دائما حياكم الله ويانا اكيد. وما زالت الاغاني القديمه موجوده لليوم للحين. وبعد اللي شفت مهما تطورت بالايقاعات والموسيقى لكن بعد نرجع بعد اللحن الاماراتي نفس ما هو يعني الفلكلور بعد لين الحين. صحيح. وبعد وايد فنانين اماراتيين ما شاء الله عليهم يعني سفراء لهذه الاغنيه في كل بلدان العالم. فحلو ان نحن نسلط الضوء على هذا الجانب ايضا من ان شاء الله. اكيد. بعد نحن بنمسي على خالاتي الله يعطيكم العافيه ونورتونا. الله يحفظكم مشاهدينا. مثل ما عودناكم على التميز في ضيوفنا وعلى فوالتنا الرائعه اليوم بيكون ضيفنا او بنتكلم عن فن الغناء الذي يمثل جزء كبير واساسي من تراث دوله الامارات الحبيبه حيث انه تطور وازدهر في وقتنا الحالي بمواصله مسيره الاجداد واضافه لمسات خفيفه من اصوات شبابيه تفرض عذوبه احساسها على الساحه الفنيه الاماراتيه. وما يميز اليوم الصوت الاماراتي عندنا هي الالحان العربيه المتميزه القريبه من اسماعنا. بنرحب اليوم بضيفنا او بيكون اليوم ضيفنا في برنامج فواله المطرب محمد المطروشي. وضيفتنا الثانيه لليوم سهام هي رائده اعمال اماراتيه دخلت في مجال رياده الاعمال فابدعت ولم يتوقف عزمها وحبها لعملها لحظه. حيث شاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات داخل الدولة وأيضا خارجها، وأطلقت العديد من المبادرات اللي تخدم المجتمع وأيضا تعزز دور الشباب في خدمة مجتمعهم ووطنهم. رحبوا يانا برائدة الأعمال الوازنة فلاح. يا هلا ومرحب فيكم ضيوفنا لليوم. نورتونا. نورتونا. حياكم الله اليوم في يومنا الخامس. نورتونا. نورتوا استوديو فلا علينا وعليك يا رب. اليوم اجتمع الصوت والغناء مع الابداع والجمال. الله يسلمك. الله يعطيكم العافيه. طبعا السؤال اللي باتين فيه دائما مروه الحين بدايتنا في شهر رمضان او بدايتنا في البرنامج نتكلم فيها عن طقوس شهر رمضان سابقا واليوم يعني في الماضي واليوم معك الوازنه. والله رمضان ما شاء الله أجواءه يعني دائما غير عن الأيام العادية. نعم. يعني سبحان الله شهر الطاعة وشهر الهدوء والطمأنينة وصلة الرحم أهم شيء. صحيح. يعني إن في رمضان فرصة كبيرة عنا إن إحنا نصل أرحامنا ونجتمع ويا الأهل والأصدقاء. فصراحة شهر رمضان رائع يعني. أكيد. محمد أول شيء أحب أشكركم وأمسي على أخواننا وأخواتنا اللي يتابعونا ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير والله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول. بخصوص رمضان يعني أكيد في فرق بين الماضي والحاضر وأهم ما يميز رمضان يعني العبادة والطاعة. الواحد يحافظ على صلاته. صحيح. قراءة القرآن بعد هذا أمر مهم ومطلب أساسي بالنسبة للجميع. وصلة الأرحام يعني هذه أهم أكيد. أهم ما يميز يعني الشهر الفضيل. الحمد لله. الحمد لله. نرجع وياكم الوازنة ومحمد الماضي الجميل والأشياء اللي عالقة في الذاكرة لأيام رمضان. شو رأيك وازنة شو أكثر شيء عالق في ذاكرتك؟ والله اللعب في الفريج يعني كنا نلعب و ونصوم نص يوم نحاول نكمل اليوم بس ما نقدر وناكل بالدس. فسبحان الله يعني رمضان قبل غير. وطبعا اكيد الاطفال اليوم بعد في المستقبل بيكون بعد بالنسبه لهم ذكريات يعني طفوليه جميله. يعني بالنسبه لك محمد؟ والله بالنسبه لي انا شخصيا لعبنا
الفريج هذا يعني نفس الصراحة ذكريات أهم اللعب. أهم ما يميزنا كنا نلعب الساعة 3:30 تقريبا قبل صلاة العصر نلعب كورة ويا شباب في الفريج ونشرب ماي تحت النخل. فهذا أهم ما كان يميزني أنا في رمضان يعني. طبعًا أنا والوزن لفت انتباه هي الستايل اللي أنت لابستنه اليوم. طبعًا هذا الشغل ما شاء الله لابستنه هذا ما شغلك. نعم. تحويلك من المجوهرات لإحساس. نعم. هاي من تصميم وزنة جوليري. طبعًا أنت مثل ما تعرفين وزنة جوليري هي براند إماراتي. نعم. وسوينا تصميم خاص اللي هو عبارة عن سميناها رانك اللي هو الرتبة. عشان نطلع شوية عن المألوف. إحنا دائمًا نعرف إن المجوهرات تقتصر على الحلق والرقبه هي والقلاده وحبينا نطلع عن المألوف لان احنا اليوم في بنات يلبسون شيله فما تقدر تطلع مثلا الحلق او ها فممكن تلبس اللي هو الرتبه على العباءه او على اي لبس كان يعني بالعكس حلو يعني شرايته فعلا خاصنا على اللون الاسود فعلا حبيت الستايل وايد ما شاء الله عليك انت اصلا جميله شكرا انت اجمل تشربون شاي قهوه لحظه اي شيء نروح يلا انت قهوه الله يذكر اكيد خذي راحتك سهام محمد اكيد عندك سحابي نرجع لبداياتك في دخولك الى عالم الفن متى محمد اكتشف عمره ان عنده هذه الموهبه والله شوفي انا طويله العمر اغني من زمان ولكن ما كنت مفضل اني انا ابين نفسي يعني بين الشباب يلساتنا مثلا في الميلس في في الخيام اوقات كنت اغني فبعد ما لقيت موضوع التشجيع من ربعي خلينا نقول اكثر شيء شكرا بعد ما لقيت موضوع التشجيع من ربعي ليش ما تطلع ليش ما تبين اليوم الشباب قاعدين يسوون أعمال ويطرحونها في السوق صحيح فحاول أنك تسوي شيء مرة على مرتين وكثر الدق في السلحان مثل ما يقولون فاقتنعت والحمد لله كان أول عمل لي في 2016 تقريبا في نص سنة 2016 عملي يعني بالنسبة لي كان ناجح والحمد لله من بعدها بدينا يعني والحمد لله نعم انزين الوزن كيف اكتشفتي موضوع ريادة الأعمال خذ راحتك عادي موضوع ريادة الأعمال وكيف جذبت هذا المكان الواسع يعني أحس أنه شوي صعب أن البنت تختار ريادة الأعمال صحيح لأنه متعب جدا يعني فعلا وياخذ وايد من وايد ياخذ من وقتك يعني كامل طبعا رياده الاعمال يعني شيء جميل جدا العمل بشكل عام حلو يعني خاصه يوم تطلعين من اجواء الراحه الكامله انا قبل كنت ربه بيت ما كنت اعمل يعني ولا شيء فيوم قررت اني ارجع اكمل دراستي وابدا مشروعي اللي هو البزنس طبعا دخلت عده مشاريع يعني في مختلف المجالات واخر شيء ترسين دائما على الشيء اللي هو قريب منك هو قرار واتخذناه والحمد لله مشينا فيه وماشيين والتوفيق من الله سبحانه وتعالى حسيتي هذا مكانك صح اللي اخترتيه هذا مكانك هذا مكاني الحمد لله نعم الحمد لله. بس نعم. ما شاء الله غير رياده الاعمال تبارك الرحمن الوزن يعني نقول ربه بيت رياضيه متطوعه ورياده نعم. اعمال كيف قدرت الوازنة بهالحلقة الدائرية أنها تنظم وقتها وأنها فعلاً كل شيء تعطيه حقه يعني ما شاء الله عليك لك بصمة في كل مكان حبيبتي الله يخليك ما عليك زود وأنت ما شاء الله عليك نتعلم منك أنت نفس الشيء ما شاء الله فارسة وشاعرة وربة بيت وكل شيء فأنا أنت ما شاء الله عليك من الناس الملهمين اللي أتعلم منك يعني على رأسي وأكيد أنت تعرفين هو تحدي يعني وشيء مش سهل أبداً ولكن دامنا في إصرار في عزيمة في رغبة داخلية أكيد بتقدرين ما في شيء مستحيل نعم يعني لا وجود لكلمة مستحيل فعلا الحمد لله محمد منو من الفنانين العرب القدامى تحس أن قدوتك والله شوفي أنا بعض أحيان يعني أقعد أسمع على أغاني الفنان القدير محمد عبده الأغاني القديمة لأن أتذكر الوالد الله يحفظه كان يوم يوصلني المدرسة على الصبح كان يشغلها
فكنت أوقات أرجع أسمعها، لكن خلنا نقول بين فترات لفترات، لكن مش كثير. لكن أكثر شيء أنا أحب أسمع لحسين الجسمي، راشد الماجد، الفنانين هذيل اللي فعلا الواحد يستمد قوته من خلالهم، لأنه ما شاء الله لهم باع يعني طويل ولهم خبرة طويلة، فالواحد يحاول قد ما يقدر أنه يستفيد من الفنانين الكبار. مثمنين الكلمة واللحن نقول يعني، مثمنين الكلمة واللحن. إيه مثمنين، هذا أمر مطلوب للأسف. أكيد. للأسف البعض يغيب عن الموضوع هذا. إذا شو رأيكم نسمع منه شيء؟ يلا نسمع. حلو، فكرة حلوة. لمحمد عبدو ولا شو مجهز؟ تبون قديم؟ على راحتك. الشعر. الشعر يمطر على شانك ورود، وينتثر لك بين ياتيك الرقيقة، في عيونك سحر ومال وعود، سجليني في محبتك العريقة، لك عشق مخلص وافي ودود، ولك محبة ما هي بحاجة وثيقة، أعلني حبك وحبي لك يزود، الحقيقة ما لها غير الحقيقة، لك عشق مخلص وافي ودود، ولك محبة ما هي بحاجة وثيقة، أعلني حبك وحبي لك يزود، الحقيقة ما لها غير الحقيقة. ما شاء الله عليك محمد. هاي كلماتك محمد ولا؟ هذه لا، كلمات الشاعر الكويتي سالم الفتحان. نعم. ألحاني. نعم. توزيع أخوي راشد كواكب، والحمد لله بعد نالت الأغنية يعني أصداء حلوة. الوازنة. الوازنة أكيد. منو شجعش لدخول مجال ريادة الأعمال؟ في حد كان داعم لك؟ والله تشوفي بشكل عام يعني الأهل والأصدقاء، وفي وايد ناس يعني ممتنة لتشجيعهم يعني أكيد، بس شوفي إذا ما عندك الرغبة وما عندك العزيمة مثل ما ذكرت، ما بتقدرين تستمرين حتى لو دخلتي في مجال معين، الاستمرار هو الأهم. صحيح. فأكيد التشجيع يلعب دور كبير معنويا يعني، التشجيع المادي أيضا، بس لو في تشجيع وما في عزيمة وما في إرادة ورغبة داخلية ما بتستمرين. فأعتقد أن الإنسان لازم يكون حاب الشيء هذا علشان داخله يعني، عشان يبدع فيه وعشان يستمر أهم شيء. أنا برجع أركز شوي على موضوع ريادة تشفي الأعمال هذه، خلينا نتكلم عن إبداعاتك وأهم المبادرات اللي قدمتيها. نعم. في مبادرات وايد، ومبادرة آخر مبادرة الحمد لله اللي هي مبادرة تأسيس أول فريق إماراتي مختص في تقديم خدمات البروتوكول. فريق محترف طبعا، هذه فكرة جديدة، مؤسسة جديدة، أول مؤسسة إماراتية الحمد لله، أنا أفتخر أقولها، بفريق ما شاء الله كبير يفوق عددها 100 شخص الحمد لله. فكرة المبادرة طبعا هي تفيد أو تصب في مصلحة المجتمع أو المصلحة العامة. نسعى من خلال هذه المبادرة لتوفير عمل للشباب العاطلين عن العمل، وإن كان الشباب أيضا اللي عندهم وظائف بس حابين يعني يحسنون من دخلهم. فساعات تلقين المواطن حاب يحسن من دخله لكن ما في وظيفة إلى جانب وظيفته اللي ممكن هو يعمل بها، صعب يعني تلقين مثلا سالفة الفريلانسر في شو بيشتغل، صعبة يعني. فمجال البروتوكول هو مجال راقي، مجال فيه يعني صورة للبلاد، يعني أنت تمثلين بلادك بقيم بعادات وتقاليد في نطاق قانون البروتوكول الدولي. فهذه هي الفكرة يعني، الفكرة جت من هالمنطلق. أيضا سوينا agreement أو اتفاقية مع مدرسة واشنطن للبروتوكول، وهي مدرسة معترف فيها عالميا، معروفة يعني
أهم مدرسة على المستوى العالمي. نعم. وهي المستوى هي المدرسة الوحيدة المعترف فيها بعد في أمريكا من قبل وزارة التربية والتعليم. الحمد لله حبوا الفكرة وايد، حبوا المبادرة وشجعونا وايد، وسوينا اتفاقية وياهم عسى بيكون التدريب من قبل مدرستهم إن شاء الله للفريق. نعم. طريقة التسجيل طيب في هالمبادرة، يعني أي شخص؟ طريقة التسجيل أي شخص مواطن ممكن يسجل من عمر 18 سنة إلين فوق الستين سنة. أوكي. يعني المجال مفتوح للجميع. يعني أحيانا في أشياء معينة تحدج بالعمر. أيوة. لا لا لا، هذا المجال مفتوح لأن خدمة البروتوكول هي مثل ما قلت لك قوانين البروتوكول هي تمثل الدولة، يعني قيم الدولة أو عادات الدولة أو قانون الدولة في الاستقبال والمراسم. فعادي يقدمها الصغير 18 سنة اللي هو عاقل وعارف شو يسوي. طبعا في أيضا شروط ثانية اللي هي مثلا الالتزام أنه يكون ما عليها قضايا لا سمح الله أو شيء، يعني سلوك يعني. لأن هي أكثر شيء تتركز على التعامل مع كبار الشخصيات. وهدفنا أنه إن شاء الله نغطي أو نكون فريق معتمد يغطي كل الفعاليات اللي تصير في الدولة، إن كانت فعاليات من قبل جهات حكومية أو خاصة. فلازم الشخص يكون يعني شخص مناسب اللي يقدم أو يستقبل هذه الشخصيات، لأن الشخصيات اللي تكون أو يعني مثلا مدعوة في الإيفنتات تكون طبعا من أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي وأصحاب السعادة. فلازم الشخص يكون مناسب، ذو شخصية قيادية، حكيم، يعرف كيف يتصرف في مواقف. في حال أيوة في مواقف معينة وكذا. فهاي الفكرة الإجمالية. لكل مدرسة موسيقية لونها الخاص، لكن بشو تتميز الأغنية الإماراتية محمد برأيك الخاص؟ أنت حر، خذ راحتك. والله شوف، الأغنية الإماراتية دائما تتميز ب، يعني اكيد تعرفين كل دوله او كل مثلا بلد لهم لون معين، لهم ستايل معين بالايقاعات باللحن او حتى في الكلمات، يعني سواء كانت تتكلم عن الماضي القديم او تتكلم عن خلينا نقول الاغاني الوطنيه. فاكيد يعني كل دوله وكل يعني بلد لها يعني لون وطعم ثاني. يعني صحيح، على فكره ريحه اللقيمات يعتق. يوعدني انا بعد بس استحيت اقول جهزي لنا اللقيمات. اي عشان قهويه مني، وبعدين بيصير عندك قهوه انا وياك. بعد بنضيفكم عليكم. يلا دقائق، جهزوا لنا اللقيمات. ما ادري شو قالت خالتي، شكلها تقول لنا تبي تسوي لكم شيء مرتب اليوم. اوكي خلاص انتريا. الوطنة حبيبتي دعم دولة الامارات للمشاريع الصغيرة او الشبابية لعيالنا في دولة الامارات، هذا روحه يسهم بشو؟ او شو الرسالة اللي يعطيها حق اي شاب او شابة في دولة الامارات؟ والله الحمد لله اليوم دولة الامارات تقدم دعم كبير للشباب و لكل الفئات المجتمعية. يعني اليوم أنت إذا تبين تفتحين مشروع أو تطلعين رخصة معينة مهنية أو تجارية أو كذا، يعني الدولة تعطيك فرصة أن تطلعينها بأقل الرسوم، يعني رسوم بسيطة جدا. تعطيك الفرصة أنك تبدأين البزنس مالك أو مشروعك من البيت، يعني ما يحتاجين أنت تأجرين أو تاخذين مكتب أو محل أو كذا. فصراحة يعني دعم كبير هذا الشيء، يعني فعلا الواحد يعني لسانه يعجز عن شكر يعني الدعم هذا. يعني فبالعكس أحس أن كل واحد محظوظ أنه يكون في هالبلاد، ولازم بالعكس يستغل مواهبه عشان يسوي شيء يعني حق نفسه. وجود الرخصة التجارية بعد روحها أساسا تحمي المستهلك وتحمي الشخص. أكيد تحميك، تحمي البراند مالك إن كان براند أو علامة تجارية، تحميك حقوقك في البيع وشراء وعدة أمور ثانية يعني. وفي دعم أيضا إن مثلا يعطونك الفرصة أيضا تشاركين في معارض، وايد أشياء يعني. الحمد لله. محمد مطرب وأيضا ملحن ولك لون خاص بطريقة تلحين، خلينا نتكلم أكثر عن ألحانك
عن سوري عن ألحانك وعن كتبت ولا لا؟ جربت تكتب؟ لا أنا يعني مطرب وملحن. والله شوفي دائما أنا طبيعتي طبيعة أي ملحن ثاني، يعني توصل الكلمات ممكن يقراها مرة ومرتين وثلاث يفهم جوها يفهم معناها. سبحان الله بعض أحيان أو خلنا نقول غالبية غالبية أغاني الخاصة اللي أنا ألحنها اللحن سبحان الله أوتوماتيكي يطلع من الكلمات من الكلمات. أنا ما أتكلم عن نفسي، يجيني اللحن وما يعني ما أتذكر إني تعبت في أغنية معينة أو استعنت في صديق أو استعنت في شخص. خلنا نسمع أغنية من ألحانك. أنا كان في خاطري شيء تراثي. تراثي؟ أغنية تراثي. متى ما تحبين؟ شو حابين؟ قاصد. قاصد. اثنيناتهم حلوين. كلنا قاصد. وتونا بعدين. قاصد. جداكم حافي يا حلوين المشام والكم ضميري صافي والغيركم ميع قاصد جداكم حافي يا حلوين المشام والكم ضميري صافي والغيركم ميع وانتو من الأشرافي ولكم قدر ميع وانتو من الأشرافي ولكم قدر ميع منتو من الأطرافي دانات بزرو يم. نوجه تحية حق الفنان حسين الجسمي على هالغنية. فنان ما شاء الله عليه، يعني أنا الصراحة دائما أغانية عندي باستمرار حتى وأنا جاي بعد على الخط عبد الله يقول لي آه الجسمي أقول له لا على طول الجسمي ما شاء الله عندي في السيارة. غني لنا أغنية من أغاني الحديثة، شو رأيك؟ الجسمي يلا أغاني الحديثة شكلها بتستلمك مروة. أنا يعني هني أنا أسأل أسئلة ومروة تستلمين الأغاني. زي ساعدوني في الاختيار زي من الأغاني الجديدة ما نسيتك أغنية أوكي أنا كل ما نويت أنسى أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذرا علي أبقى أحبك لين يوم الدين فراقك وأنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. لا أنت حزتنا هني. والله عاد هذا اللي هو سهام شوفيك حبيبتي. لا واصل عادي. الوزنة ما شاء الله شاركت عدة فعاليات تطوعية وأبرزها ما شاء الله يعني شيء وايد بس أبرزها كان كأس آسيا. نعم خلينا نتكلم عن هالمبادرة أو هالمشاركة في التنظيمية. نعم. اللي كان ما شاء الله أكثر من ما أدري كم عدد فولنتير اللي كانوا تحتك. والله عدد كبير جدا، يعني نحن بس في فريق البروتوكول اللي كنت أنا مسؤولة عنه
ما شاء الله كان العدد يفوق 100 شخص، فكانت اصلا فعاليه مهمه جدا لها وزنها على المستوى القاري والاماراتي. فالحمد لله توفقنا، اللهم لك الحمد والشكر، في المشاركه، وكانت مدتها طويله بعد. احنا تعودنا دوم يوم نشارك في اي فعاليه تكون مدتها اسبوع بالكثير يعني، فهذه كانت شهر، مده شهر، وقبلها كانت استعدادات، وقبلها استعدادات، فكان هو تحدي، والشباب ما قصروا، يعطيهم الف عافيه، اوجههم تحيه واشكرهم واحد واحد يعني. فريق البروتوكول بالذات اللي كنت مسؤوله عنه يعني ما شاء الله عليه أبدع، وكان يعمل بشكل مش طبيعي، وكان حريص جدا أنه يمثل الإمارات أحسن تمثيل، وكان يشتغلون يعني شو أقول لك من الصبح لين في الليل لين ما تخلص المباراة. فأشكرهم بالعكس، كانت تجربة رائعة، وأشكر فريق المارشال التطوعي في مجلس أبوظبي الرياضي على هذه الفرصة الرائعة، والمجهود الكبير الجبار اللي يسوون عشان يطورون في الفرق التطوعية ويخدمون البلاد في كل الفعاليات. الله يعطيكم العافية. عافية الرياض ويشر غالية. بنروح سهام ومشاهدينا وأيضا نوازنا ومحمد لبريك سريع ورد لكم، خلكم ويانا. دان اللي دان داني يو دانا ويا يعين داني يو دانا دان اللي دان داني يو دانا ويا يعين يسري في عروقي حبي لها يسري في عروقي ويا يعين ما بدا شوقي إلا بها ما بدا شوقي ويا يعين داني يو دانا دان اللي دان دان يو دانا ويا يعين. احنا نتوقع انك بتكملها يعني خلاص. لا ما نبغى نطول على اساس ما ناخذ بعد وقت المباراة. حتى والله المخرج يقول خليه يكمل، ليش ما كملها؟ بنعيدها مع مرة ثانية. لا ما تعيدها، كملها. لا كملها، احنا نبغى نكملها معاك. كمل. يسري في عروقي حبي لها يسري في عروقي ويا يعين ما بدا شوقي إلا بها ما بدا شوقي ويا يعين داني يو دانا دان اللي دان داني يو دانا ويا يعين داني يو دانا دان اللي دان داني يو دانا ويا يعين سكر وذابت هذه البنت سكر وذابت ويا يعين ما ها نسيت الكلمات. الله يعطيك العافية، فعلا هالغنية صراحة لها إيقاع خاص يعني، حتى أحس الكل ابتسم شي يعني صانت عليها، طلعت من مود شوية من مود حزن، طلعت من مود فرفشة وحلاوة، لها طابع ثاني سبحان الله، كل شيء له طابع ثاني. فعشان كذا نبغاك تكمل بعد الاغاني الجايه بهالنكهه. لا تجيب الحزن. لا عندي عاد اغنيه حزينه. لا تصيحنا الوزن نزل. اللي يبغى يصيح اللي يبغى يصيح عاد لو دمع زين يصيح. ما نبغى حزن ابدا. والله احنا العقل ورانا الحزن. اي والله. ما نبغى شيء اسمه حزن خاصة على رمضان شيء الناس بتفرفش وكذي يعني. لا 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 في اغنيه ان شاء الله فرفش شوي. اكيد. بننتقل الجميله ووزنه، الوزنه احنا بنعرف من هي الوزنه. الوازنة؟ اي منو هي الوازنة؟ منو هي الوازنة؟ هي الوازنة. سؤال صعب. سؤال صعب شوية. يعني دائما نقول تكلمي عن نفسك. إذا بتكلم عن نفسي يعني أنا إنسانة جدا بسيطة يعني، أحب الحياة البسيطة، أحب أهلي، أحب أصحابي، أحب اللمة، ما أحب أكون وحيدة أبدا. يعني تلقيني إذا ياسة بروحي لازم أتصل في ربيعاتي، أتصل في أختي، أتصل في حد يعني يكون وياي، ما أحب الوحدة أبداً نهائياً. أحب العمل، very active يعني، أحب أكون حركية وأسوي شيء كل يوم، أحب أنجز وأعطي.
ما احب الخمول والكسل اذا يوم واحد ما اصلا ناجح على فكره قائد. كل الصفات اللي قلتيها شخص ناجح عزيزتي فاذا يوم واحد ما اطلع او ما اسوي شيء احس شيء غلط تمرضين يعني. اي اتعب تحسين نفسي تمرضين. احس لا احس نفسي ما لي دور في الحياه مو منتجه اي مش منتجه احب اعطي كل يوم واشتغل واعمل واكتشف اشياء جديده واتعلم اشياء جديده انا وايد احب اتعلم كل شيء فتلقيني في كل المجالات غير تلقيني شديد. اتعلم منها ومنها ومنها ما عندي مشكله يعني اجرب انا اعتبرك بعد مثل ما كنت اقول لهم غرفه المكياج انت فعلا اي شخص يلجا لك انا عن نفسي يعني كنت دائما امر ظروف كذي بس اكتب لها مسج اكتب لك شيء كذي تردين علي على طول وتعطيني من وقتها لان يعني احس تفتحني اقول مثلا بالليل مثلا ان هي يمكن نايمه او مشغوله لا بالعكس علي بالعكس شوفي احنا كلنا دوم نحتاج لشخص نلجا له في وقت فعلا. معين في اشياء يعني تحسين في شخص هو الوحيد اللي بيحس فيك فيها يمكن صح. انت الاشياء اللي بتساليني عنها تحسين اني انا اعيش نفسها صحيح. فلذلك تشوفين ان يمكن افيدك يعني لا بفكره او شيء يمكن انا تفتيني بالعكس والله عزيزه وغاليه انت صديقه وعزيزه وغاليه واكلك كل الاحترام والتقدير حبيبتي. ومثل ما قلت لك اعيد واقولها انت من الناس الملهمين جدا يعني ما شاء الله عليك واستمد يعني اكثر الاوقات من طاقتي وعزيمتي يعني ونحن بعد على فكره والله جدا جدا من أجمل بدون مجامله يعني اللي انا سعيده فعلا صحيح رائعه سهام رائعه فعلا الله يحفظك محمد محمد بوغري لا لا لحظه بس انا سؤال لحظه على الاجواء الغزه اليوتيوب والاغنيه الاسس انت عندك اغاني خاصه صحيح؟ شو الأسس اللي تختار أو اللي تتبعها علشان تختار أو تنتقي كلمات أغنيتك؟ والله شوفي يعني أنا من النوع اللي أحب أخلي قصيدتين ثلاثة قدامي أجلس أقرأ على راحتي وفي بعض الكلمات ممكن ما أفهمها هاي شو أسأل الشاعر نفسه هاي شو معناته أنا من النوع ما أحب أغني أي شيء واختياراتي أوقات تطول حتى لو أني أنا أتأخر في اختيار الكلمات ما عندي مشكلة أتأخر أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر عادي ما عندي خلاف لكن أهم شيء أختار شيء له معنى سواء كان حزين أنتم ما تحبون الحزين لا ما نبغى حزين الله يهديك سواء كان حزين أو حتى كان غزل بالنسبة لي ما أحب بعض الكلمات اللي يالسة تنطرح حاليا في السوق يعني اللي احتواها على معاني يعني ثانية أنا ما أحب أتطرق لها دائما أحب أغني الكلمات اللي لها معاني وأسمع الكلمات اللي لها معاني ليش أقول لكم أنا أحب أسمع لحسين الجسمي أحب أسمع لراشد الماجد أخذ أفكاري كلمات فيها معاني وحتى الفنانين أيضاً. وحتى الفنانين القدامى بعد نفس الشيء نحن ما ننزل من قدر أي واحد أكيد. لكن اختيار الكلمات هذا موضوع أساسي بعدين نتكلم عن اللحن انا اعرف انه انتم تبون الجيمات صح اي بالكم الجيمات انت بتروحين تجيب الجيمات وهو ايش رايك يسمعنا شيء بس مش حزين يلا مش حزين لان المخرج بعد ياس يقول لي خلي يسمعنا شيء يعني المخرج وايد ترى على فكره هويتونا ايش حالك عاد يحب الحزين والله هلا والله هويتونا تسلم ايدك بالعافيه تسلم ايدكم شو بتسمعنا هويتونا يلا حسين جسمي ولا ما تبغون لا لا حط اهم شيء مو مش حزينه يعني نطلع من المود شويه شكرا وعليكم بالعافيه هو بيغني وانت كذي تسلم ايدك ثانك يو الله يسلمك حبيبتي نورتونا تبغين شاي وصحن لي لا معود زيك صحن للبن خاطي الشاي صحن لنا اوكي اعطيني انا بحط التيشو جاهز يامي يامي على فكرة كان في ثلاثة صحون محمد الواطف تكلت ولا واحد لين بتغني متخلص والله أي شيء أنا ما عندي مشكلة يعني جهز لنا يعطيك العافية حبيبتي. شو حاب تسمعنا ثانك يو بالعافية هو تونة يلا زين يلا عادي احنا بنجهز لك ونقدم لك الشاهي وكذي وانت تغني مو مشكلة سهام لان المشاهد بيقول ليش تعبونا وصلت اللقمات يلا حطيها تبين شاهي انا ايه يا ليت عادي انت قاعد تترياني انا بصبصب الشاي انت حط اغنيتك عادي وبغني خلص عادي عادي يلا
نبدأ؟ يلا نبدأ؟ وين هويتونا هويناكم وبنتصبر ليه جفيتونا ما عرفنا الياس وياكم وين بتسيرون تلقونا وين هويتونا هويناكم وبنتصبر ليه جفيتونا ما عرفنا الياس وياكم وين بتسيرون تلقونا مستحيل إن كان ننساكم لو تقصدتوا تهجرونا نهجر الدنيا بلياكم دونكم عمري فليكونا مستحيل إن كان ننساكم لو تقصدتوا تهجرونا نهجر الدنيا بلياكم دونكم عمري فليكونا اي والله انهويتونا هويناكم واللي ما يبانا برايه ما يبانا ما نبغاه الله يحفظه نرد لك الوازنه هلا حبيتي لقمات حبيت اللقيمات والشاي خطير ما شاء الله يسلم ايد اللي سواه والله يسلم ايده جد يعني ما شاء الله حلو تسلم ايدك تسلم ايدك اللقيمات صراحه حلوه كل مغني محمد له اغنيه محببه لقلبه شو اكثر اغنيه تحس ان تعبر عن محمد تحس هذه ما غنيتها ولكن هذه تعبر عنك كشخص ما غنيتها ولكن تعبر سؤال سؤال صعب وايد اغاني يعني احب اسمعها على طول يعني اوقات اذا احترت في اغنيتين اعطني الاغنيتين مو محتار في اغنيتين انا يمكن محتار فوق العشر اغاني شو اعطيك اعطني اثنين يلا يعني خلنا نقول يا خفيف الروح لحسين الجسمي يا خفيف الروح اكيد بنسمعها عيال ان شاء الله ايضا أغنية أحلى غرام هاي اللي غنيتها كانت ثاني أغنية لي هاي يعني الأغنية استمتعت وايد وأنا قاعد أسجلها لدرجة أني أنا أبغي أحذف التيك صوت اللي أنا أخذته وأرجع مرة ثانية أغنيها لكن مهندس قاعد يقول لي لا لا تحذف لأن أنت مأدي أداء وموصل إحساس يعني جدا جميل فليش أنك أنت تخرب الشغل أقول له ما أدري يا أخي أبغي عيد يقول لي لا دندنها في السيارة وغنها في البيت أما هني لا فهذيلا هم الأغاني بعد قراب مني أنا بعد عندي أغاني كثيرة والله نعم الوازنة دوم المرأة أكثر عاطفية وإحساس تجاه الأغاني شو أكثر أغنية تعبر عنك تحسين أن الله الوازنة يعني هذه هي هي بس سألتيها سألتيها السؤال حسيت أني أنا بصيح وايد أغاني مثل ما قال حضنتم محمد عشيري عشيري وايد أحب أغنية عشيري الماجد تغنيها للوازنة عشيري حافظها ما أدري إذا حافظنها ولا لا والله ما بحافظها زين ما عليه إحنا بنسولف مع الوازنة تطلع أي شيء كذي بس عشان مرة ما يقدر يحفظ اللحن الحين والكلمات اللحن والله لا الكلمات لو لهم في الكشف لا خفيف نروح بنرد عليها إن شاء الله الوازنة فلاح اسم إماراتي أو براند إماراتي عالمي نعم. دخولك في عالم الرياضة هذا روحه بصمة خاصة لبنت الإمارات إذا تكلم عن بنت الإمارات اليوم إلى أين وصلت بالذات الوزنة والله إن شاء الله قريب إن شاء الله للعالمية إحنا الحمد لله أسسنا براند إماراتي للمجوهرات نعم. بتصاميم عصرية الحمد لله قريبة يعني أو صار في قبول عند الناس لها التصاميم وحبوها العالم الحمد لله في فترة وجيزة يعني نسعى لتطوير التصاميم هاي وتطوير البراند وإن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله شغالين على أن نوسع هالبراند وندخلها لأوروبا وأمريكا وشغالين على الموضوع إن شاء الله قريب بتسمعين إن شاء الله مجوهرات وزنة في معروضة في أوروبا إن شاء الله يا رب بنت الإمارات تميزها
والله بنت الإمارات مبدعة يعني، لأن الإمارات مميزة، فأي حد يطلع من الإمارات هو مميز مثل الإمارات، فهذا شيء طبيعي خلاص، لأن الإمارات أصلاً أصبحت براند اليوم، العالم كله يعرف الإمارات بإنجازاتها. فسبحان الله إحنا يعني خذنا هالتحدي وهالحب التميز من الإمارات وسياسة البلاد في التميز ورقم واحد، وإن إحنا نكون نحب نسوي شيء جديد وشيء متميز ونحب نوصل للعالمية. فالشعب أيضا وعيال الإمارات وحتى المقيمين يعني أي حد يقيم على هذه البلاد يحب يكون متميز، فلذلك تلقين ما شاء الله في تنافس قوي يعني في مجال ريادة الأعمال، وفي كثير مبتكرات وكثير أشياء غريبة تسمعين كل يوم شيء جديد طالع، فالحمد لله. الحمد لله. محمد شو رأيك نسمع يا خفيف الروح؟ حاضرين. يلا يا خفيف الروح. شل الجو شل الجو. يا خفيف الروح كيف انتو، يا شفا قلبي من عواقه، ارحموني لو تكرمتو، بالوصل وانا من اشفاقه، مر وقت اللي ولا بنتو، انتظر من طول فراقه، ارحموا ذا الروح لا انتو، منكم الشوق تواقع، مر وقت اللي ولا بنتو، انتظر من طول فراقه، ارحموا ذا الروح لا انتو، منكم الشوق تواقع. بس شوي بخيل. ليش؟ نقدر مقطع بعد؟ وايد احبها. يلا قاعد المقطع شوي بس مقطع. اوبس طاحت الكرة. تحمست لي؟ تحمست. زين الكوبلي الثاني، حتى لو مش الكوبلي الثاني في واحدة ثانية عاد دخلت على الخط عادي. حرام عليك سهام، والله احبها. المقطع الثاني إذا ساعدي تعطي كلمة بسرعة. المقطع الثاني تحبينها أكيد حافظتنها. يلا كم حافظها؟ كملي معا. أنا حافظ لكن نسيت دوتو. يلا عطي عطي المقطع عشان يكمل معك. نسيت المقطع الثاني. إنزين أغنية ثانية. دمع عيني. دمع عيني اللي وايد حبوها الناس اللي غنيتها، خلنا نغني دمع عيني. يلا حزينة. يلا شو نسوي الحين؟ أغنية. يلا ما يلا شو نسوي بعد؟ خلص دمع عيني كلها، غايب ما تدري صار بيا، وينك اسأل عليا، يبا خلص دمع عيني كلها، غايب ما تدري صار بيا، وينك اسأل عليا، قلبي كان يحبك يمك بس يبقى، يريدك ما يعوفك كلش حيلي يحبك، وانا الجنت اني حلم دللك، وبفراقك الف دمعه ودمعه، بيا والشوق ما ظل بيا، وينك
اسأل عليا رايد هسه اشوفك وحدك بس نيا عيوني ما تملك تبقى بس نيا وخذها مني كلمة حيل انا احبك ارد اقول الله يبعد عنا الحزن والدموع والفرح بس اعطينا المقطع الثاني عشان ما هذه حنينة على فكرة هذه حنينة اظني صح والله حد حد صراحة ارد اقول اللي بيروح يروح برايا نرجع للوازنة الرياضية نعم خلينا نتكلم عن الشخصية الرياضية للوازنة شخصية رياضية ما شاء الله عليك مبدعة في عالم الدراجات الحمد لله الحمد لله والشكر والله من زمان سويتها بعد شيء ثاني انت تايكواندو انا اساسا لعبت كاراتيه كاراتيه صح اساسا يعني من يوم عمري 7 سنين ويعني دخلت مجال الاحتراف في رياضه الكاراتيه ولكن مع الوقت تعرفين الواحد يخف العمر فاليوم الحمد لله مركزين على السايكلينج درجات الهوائيه لان رياضه حلوه صحيح والحين اصبحت تقريبا الرياضه الثانيه من بعد كرة القدم يعني الاهتمام من قبل المجتمع والقادة وكل حد يعني كبير بهالرياضة والحمد لله وأمسك منصب مشرف إداري على منتخب الإمارات للبنات والحمد لله في تطور كبير في الرياضة هاي والبنات ايضا ما شاء الله عندنا الحين فريق تقريبا فريق المنتخب فيه ما يقارب 7 بنات اساسيات بمستوى عالي جدا والحمد لله وكان في اعتقد هالموسم كانت عندكم مشاركه سعوديه كان عندنا هي نعم كان عندنا معسكر في الفجيره نعم برعايه سمو ولي العهد نعم والحمد لله كان ناجح جدا منتخب شراكه بين السعوديه منتخب السعوديه ومنتخب الامارات ومؤخرا توهم رادين من البطوله الاسيويه وكانت مشاركه البنات ايضا مشاركه طيبه الحمد لله حصلنا على المراكز الرابعه تقريبا اللي هي كنا قريبين جدا من البوديوم المراكز الثلاثه الاولى ولكن ما حالفنا الحظ بس المستوى كان جدا رائع ومشرف للامارات الحمد لله وأبارك للبنات بنات منتخبنا أقول لهم كفيتوا ووفيتوا وما قصرتوا ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في البطولات الجاية إن شاء الله عواطف إيش حالك؟ عواطف ترى إياكم عواطف بننتقل عندك لركن تراث علشان تحثينا شوي عن المواضيع اللي بتخبرينا عنها اليوم اليوم بنروح شوي للأغاني الشعبية الأغاني القديمة علي بن روغة والأهاديج الحلوة اللي كانوا الأمهات يغنونها لليهال يوم يبون ينومونهم وطبعا خالتي أم محمد دوم ويانا وبتخبرنا عن كل هذه التفاصيل خلا أم محمد قبل شوي كنا نتكلم عن علي بن روغة وقلتي إن أنت يعني ما شاء الله حفظت له وايد يعني كنت بس يعني نسيت الحين ما حطيت في بالي يعني كلمات شوي يعني نسمع خلينا نسمع شيء خالص من بروغه ما ابغى انا بس بقول يعني مثلا كلمات زين مو مشكله اهلا وبشوفك يا ضنا من يومي تزلتنا هذه من اول نظره انا خليتني انا بهت الحين عيل الحين خليتني يا حبيبي كاظم على جرح غبي يا نور عيني والصبي ما طابني الله طاب شربي والمقات دونه ولا شفته والعين تدرف بعبرات خذني بعطفك يا ولي خذني معك مثل الخدم يوم انشده وقل لهم نعم الله. خادمك من تحت القدم سافر وتو عادلي بعد سافر ثانية. وعود للوطن يا بالهدايه وامتحان منا ولا نبغي ثمن خلوهم معنا يا اهلي خلوه يسكن ثانية. عندنا في البيت ما بيهمنا حشيم ولا نضيفنا وفاهم ما هو بمغفلي فاهم وعارف وانجينير ويعرف الى المشي وعارف الى الموتر بصير وانا اباه دري ولي الله الله لو عليها يا ناقتي ولا العصا ولا شرب ما ادري شو وين يا لا انا بس ما بعد وحده ثانيه نبي وحده ثانيه قهوه ويلاه من اللي مجبرين هذا بعد بروغه بس لا 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 بسمعها قهوه ويلاه من اللي مجبلين ماخذين القلب مني نابين الصغير سالب بني من سنين والكبير والكبير تراح لو علي عينه حلاله لا لا مش العمر بروح يرسلوك هي تعالوا حياكم الله حتى اوراقي طاحت اليوم وايد متحمسين اليوم كنتوا تنامونه يعني تشي ياهل صغير في هذه الاهازيج كلم ناس يسوونه اهازيج مال يوم قال شو اهازيجهم الاوليه انا هو نام يا صغير يا طيبين الذكر بالنوم محلاكم سرتوا عن العين وحاشا القلب ينساكم
هاي هذه جمل هذه جلها وتختلف المناطق يعني دائما المناطق اللي على البحر هازيجها غير من المناطق بس بس خالتي ابي اسمع منك خذني معك يا مسير خذني معك الا ما ابغني خذني معك يا مسير ما نسمع لانه حلوه نقول والله تقولين بروف روف وبحن وحن وانتم بحالي درايه بس ما بكملها ليش خلينا معك خلينا بالهازي الشعبيه لا لا نباحه ترى هذا هو الاجواء هي الاغنيه الاماراتيه صح اللي كانت فعلا وما زالت ليومك صحيح فعلا. وللحين الفنانين يغنونها يعني بحفلات وايد اغاني بالروح وابداعات شاعر عوشة حتى عبد القادر عبد الكريم منه اسمه محمد عبده هذه الاغاني الاوليه احنا بنسمع ليلى 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 هذه بعد مال محمد عبده هذا كلامه يوم ليس نحفظها بس ننسى بعدين لها ذكريات هالأغاني لها, لها حلوة يا جميلة الكاس أي على الكاسات الكاسات على الشريط على الشريط في أول ما يطلبوا المشاهدون على الراديو هي والله والله أنا حيد أمي ويسول ويطلبوا المشاهدون طلبوا فلان ويهديها لفلان ويهديها لفلان تستانسين صح كنتي تشاركين مو كذي خالتي خالتي بعد على أيام التليفون يوم يرن التليفون وما حد يرمس بس تسمعين الأغنية مسجله كانوا معجبين هداء حسب يوصل ما شاء الله عليك شنو معجبينك لا أنا أسمع أشعار وأسمع أشعار وأغاني الأول هذا المصاد هذا شنو أغاني تحبين أغاني قديمة شي أغنية تحبينها أنت إحنا كنا حافظة أغاني مع المرايحين يوم تمريح الحريم كنا حفظنا منها أنا دائما أسمع معهم من صغري وأنا ميلة سبينهم أحفظ كل شيء عنهم ما شاء الله شيء يخص هذا سوى أغاني الأهازيج مال الحين أبي أسمعها هذه مال المريحة تبي مال هازيج الأطفال تبين أهاول إيش مال الأطفال يلا أسوي له يلا هو يا ولادنا يا طيبين الذكر بالنوم محلاكم أنا بالنوم محلاكم سرتوا عن العين وحاش القلب ينساكم وما بكمل الله الله عليك وتهزي المنازل قلتها في المريض وتهزين هي وتهزي المنازل هذا سويته قلت هذا الاهازي زين شيء مال الاعراس شيء مال الافراح زفت العروس خالتي او المعرس يوم يدخلونه على الدخله وشي يوم يجيبوا براس فالمعرس هي 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 يوم يجيبوا براس فلبيت العروس يعني حق ربعين اللي فوق والمعرس ما خلاه قصير دم الكرم طايح محله يجيبوا لبيت يوم يجوا عند الدخله عند البيت شويه من بيت العروس توقف سيايين غيروها عاد الرزفه سووا سحبه اي قولي عن زين ايش يصير صاحبتي انت تخلينا نغني الحين دور موسيقى عادي عادي هي بدون موسيقى يوم يملا ايش يصير على يولام يولايم على يولام يولايم نسيته محمد غطت عليك خالتي مريم هي غطت عليه بالشيء التراث القديم القديم ما شاء الله بطح الضاحي وتم الدم ينضاحي وحضرنا ابو عسي حلوه وطعمنا ابو شكم حلوه يعني وهم يسحبوا فيه لين دخلوا لين دخلوا عند العروس وبعدين النثور عاد اي والنثور عاد نثروا عليهم دخلوا كله العروس نثروا علي صح والعروس بعروح عليها غنيه عينينا ليش يا العرسه وعينينا وعينينا ليش من خالتي على فكرة ما حد مندمج حسسوني أنا بس اللي البنت الدهرية هني لحد الآن إحنا هالهزاج يعني الهزاجين هذه بعدنا موجودين فيها يعني غنوها إحنا ما نسوها للحين إحنا تعلمناها حتى البنات قاموا يتعلم يجلسوا يوم يشوفوا الحريم يغنوا مع بعض يعني في البيت أم العروس وأم بيت المعز يتجمعوا مع بعض يغنوا هالهزاجين الشعبية صح وكل مكان كان له يعني شو اسمه أهازيج وأشياء في منهم دثرت لكن في أشياء بالعكس في بعض محافظين عليها صراحة عندنا في دبة محافظين على تراثهم عاداتهم تقاليدهم أغانيهم أهازيجهم أفوالتهم قهوتهم يلستهم يعني مثل معانا إحنا نشحوح لعبة
شو اسمه يعني احنا نشوف معانا الرواح، وقبل كان مع الرواح كان لعبه الكف والرواح هي والكف، اما الحين يعني الرواح موجود لكن الكف خلاص اندثى، الا الحريم يمكن اللي المناطق اليابانيه هناك ما زال هي ما زالوا محتفظين بهالشيء، لكن الحين لا قالوا خلاص حرام الحرمه تظهر قدام الخالق وتعرف هاي قبل يعني داخليه يعني مع الحريم وبروحه مع الرياييل لا صحيح احنا عندنا بعد احنا مو هنا مع الرياييل داخل مع الحرمه يعني بين الاهالي يعني ترى قبل مساكين شو يوم نقول لهم مثلا انتم تحاسبونا الحين على شيلتنا او شعرنا طالع ترى انتم قبل كنتوا كذي شو يقولوا لنا ترى احنا قبل ما كنا نعرف الاسلام ما كانوا يعرفوا صح هي عاد هاي ردتهم علينا ما كان في وعي يعني صح كان شيله والثوب وكان دوره نفس لا شعبي ولا شيء غيره بس حشيم عن بغيكم ولكن زمان حلو هي زمان عايشين والله احسن الحمد لله زمان كانوا عايشينه عاد ما بنغطي على الجيل الجديد هذيل حسسوني خالتي حصلت لحظه لحظه يعني اغطي وجهي الجيل الجديد ما بقول اي جيل انا ما علي ما يبين متوسط بالعكس بالعكس والله اللي ماله ماضي ماله حال يعني نحن من نفس الجيل يعني كل الاغاني اللي غنيتها حبطن انا كبيره هني في خالتي خذيني معك يعني حتى نشوف الصغار بالعمر حلو انه يعرفون بهذه الاشياء مش ضروري اكون انا كبيره فشفتي عشان انا صغيره في العمر بس انا عارفه هالسوالف يعني شيء واحد يعني الحين الوحده اللي بيشوفوها تعرف وحافظه و... يعني تعلمها من اهلها وما قال لا هذه دهريه حافظه مع اهلي وعايشه معاهم وشايفه كل شيء وحتى اللي شو اسمه الكبار يوم بتساليهم حد من الكبار بيقول ليش احنا ما نعرفها ما لحقنا عليه ما لحقنا كيف يعني انتوا اكبر منا ايش معنى احنا حافظينه وانتم ما حافظين صحيح. انا ما اعرف اقول لهم شيء الحافظ انه حافظ انه ما اعرف سبحان الله صراحه يقول كبيره يقول شيء ما يهمني المهم انا حافظه والله وانا معك خالصي انا معك يعني شو بيطول بعمري يعني المره الثانيه بيسعد ذلك انا هناك بقدم اليوم اليوم بتون تعالوا احسن وايد مكانه حلو طبعا الوازنه مع هالمواضيع والاهازيج اللي قلنا لها الشعبيه طبعا ما زالت فعلا دوله الامارات تحافظ على التراث اكيد طبعا 100% بس هو الجيل الجديد اللي ما محافظ اللي طلع وشرد عن التراث صراحه يعني اليوم حتى كلمات اللي هي بسيطه يعني كله يتكلمون انجليزي صح يعني ساعات تقولين لهم كلمه العيال يقولوا شو يعني شو يعني يا الله شو طيب انت قلتي شيء طرحتي شيء هني هاي مسؤوليه من دائما احنا نطرحها هالمسؤوليه ونشوف العيال فعلا ان حتى بنات الجامعه كذي ان لهجتهم عربي مشفر نقول صحيح اوكي هاي المسؤوليه تطيح على منو مسؤوليه من والله تشوفي المسؤوليه تتفرق يعني او مثل ما نقول مش مسؤول ما نقدر نلوم شخص معين نعم. او جهه معينه في بعض الناس يقولون مسؤوليه الاهل إذا الأهل علموا وسووا وكذا بس لا مش مسؤولية الأهل الأهل حتى لو يحاولون إنه يعلمونك مثلا العادات والتقاليد كش ترى أنت بتتأثرين من برا في المجتمع الحولك فأنت دائما تحاولين قد ما تقدرين تعلمين وتأسسين وطبعا ليهالهم بعدين بيختارون يعني صحيح. هم شو يبون ما تقدرين اليوم أنت إحنا قبل مثلا كنا ننضرب عشان نتعلم صح. وكنا ننقمع كان في عندنا أسلوب القمع والأسلوب والعقاب القمع أنا بعض الأحيان والعقاب بالضبط وبالعكس أنا هذا أسلوب أعتقد أنه نفعنا نحن صحيح. إحنا لو ما كنا ننقمع وكذا ما كنا تعلمنا وايد أشياء فعلا. في الأدب والسلوك والاحترام والصنع هي بالضبط فاليوم ليهال ما تقدرين تعاملينهم بهالطريقة مو بنفسنا نحن اضطرابات نفسيه لازم وامراض ويعني. لازم تكونين وايد واعيه معاهم ومرابعتنهم و... وتمشين معاهم شوي شوي على قد عقلهم عشان تسايرين العصر يعني اكيد مواضيعكم حلوه وسوالفكم حلوه بس نرجع لكم بعد ما نرجع من هالفاصل ايش رايكم مشاهدين نكملين معاكم سوالفنا الحلوه بس بعد هذا الفاصل تريونا انت غير الناس عندي انت عندي شي كبير كيف بصبر وانا شايف
ناس من حولك كثير، انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير، كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، انا ماني اي عاشق، انا لما عشق اغيب، والله لما عشق اغيب، انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير، كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، انا ماني اي عاشق، انا لما عشق اغيب، والله لما عشق اغيب. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك. على فكرة الوازنة شكلك يعتي. الوازنة جايبينها هني ركن التراث. محمد طبعا الحين بتصير على ركن التراث هناك مع زميلتنا عواطف وفوالتها المتميزة. حياكم الله. تفضل محمد. الوازنة ليني الأستاذ الفنان محمد، اسمك ما شاء الله وايد ملفت. شكرا. ويا في بالي انه يمكن اسمي يكون قديم. نعم. من الاسماء القديمة. هو اسم قديم جدا. اصلا ابوي مسمني على يدته، فبس هو اسم عربي اصيل معناه المرأة الموزونة او المرأة توازن. نعم ما شاء الله الاسم ملفت. اسمك وايد حلو. شكرا. ولفتني الاسم. اليوم ما نتكلم عن الاغاني القديمه. نعم. بعد بما انه يعني ظاهر ان الوالد والوالده يحبون وايد الاشياء القديمه. نعم. فاكيد بعد عودوكم على هذه الاغاني القديمه الاهازيج. اكيد طبعا. يعني شوفي كل شخص اكيد عنده تاريخ وعنده اغاني مميزه تكون قريبه من قلبه، اغاني قديمه. انا من النوع اللي وايد احب محمد عبده صراحه، احس يعني اغانيه ما تجدم مثل ما نقول. عبد الكريم عبد القادر وايد احبه بعد، ففي وايد يعني فنانين او اغاني قريبه من القلب يعني وما تموت، احنا نقول يعني تتم دوم تتم في البال في الذاكره يعني. وقبل شوي بعد علي بن روغ، يمكن الاسماء الاماراتيه ما شاء الله اللي وايد انشهرت بعد ذكرتنا فيها. نعم. خالتي. أكيد. ومحمد استاذ محمد، الاغاني القديمه ما تلفتك؟ ما تفكر ان انت تغني نفس يعني هذا النوع من الاغاني، اغاني التراث الاماراتي؟ والله في فكرة الصراحة، لكن مش في الوقت الحالي. في فكرة يعني في الوقت هذا نحاول ان نحن نكثر من السنجل، خلنا نقول بالإضافة الى المناسبات الوطنية. هذا بالنسبة لي انا امر جدا ضروري، اني انا كل مناسبة وطنية اكون حريص اني انا انزل شيء يعني يتعلق في بلادي، يتعلق في شيوخي الله يحفظهم، وان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن. ومن الشاعر اللي ودك تغني له؟ تي شاعر اماراتي تحس انه؟ والله انا على تواصل بين فتره وفتره مع الشاعر القدير والكبير علي الخوار. علي الخوار شاعر الوطن. ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون في شيء في المستقبل ان شاء الله. اخوي محمد، بما انك قلت قبل شوي سنجل، انا دائما عندي هذه الفكره، ليش سنجل؟ ليش الحين ما في البومات؟ يعني قبل نفس ما قالوا قبل شوي البنات الكاسيت الشريط كامل كان ينزل. والله يعني هالسؤال هذا يعني من ربعي، يعني من حتى ناس من أهلي. ليش ما تفكر تنزل ألبوم؟ اليوم خلنا نقول مواقع التواصل الاجتماعي يعني عاملة نقلة بشكل كبير. قبل خلنا نتكلم عن موضوع الألبومات، كان فعلا يعني خلنا نقول الفنان أو المطرب نفسه ينزل ألبوم
في شيء من وراء الألبوم هذا. لكن في الوقت الحالي أغنية تنزل في اليوتيوب في أنغامي. يعني انتشارها أسهل. انتشارها أسهل. وبعدين يعني خلنا نكون صريح وياك، اليوم المحلات اللي هم يبيعون الأغاني، محلات التسجيلات عندهم برامج خاصة يسوي داونلود للأغنية حتى لو لها تصميم، خذها ونزلها. فأنا بالنسبة لي أنا ما أشوف أن فكرة الألبوم في الوقت الحالي هذا هي يعني أنها فكرة ناجحة. لا، لازم تكون سنجل. لازم سنجل كل شهرين سنجل، كل شهر سنجل، على حسب خلنا نقول السوق يعني كيف تكون قريب من السوق. تكون قريب من الوازنة. ما شاء الله، يعني الاسم الجميل والوجه الجميل. اللبس التراثي الإماراتي اللي دائما بعد خالتي أم محمد ما تقصر دوم تعرفنا على هذه التفاصيل. تحبين هالنوع من اللبس؟ أكيد، يعني ما في حد ما يحب الحشمة، ما يحب اللبس المحتشم يعني شو ما كان. وأكيد مخور يعني شيء، والثوب شيء رائع يعني جميل جدا. خاصة أنا أحب صراحة الثوب عليه اللي هو الخياطة المغربية، وايد أحب يعني أحس مزيج رائع يطلع بشكله حلو. هاك اليوم تعرفنا على أسماء وايد، يعني يمكن إحنا عارفين أنه مخور تلي هالأسماء بس ما شاء الله لا مسميات وايد ولا ألوان وايد، وحتى تناسق الألوان لها أفكار معينة. يعني مو أن يحطون أي لونين مع بعض. بس نحن اليوم أكثر شيء بالأغاني الشعبية، الأغاني بين قبل والحين. بعد مرات كذي تحنين للماضي وتقعدين تسمعين أغاني مثلاً القديمة قبل؟ أنا أسمع كل شيء، أحب كل شيء، لأن أنا أحب كل الثقافات وكل البلدان وكل الجنسيات، يعني منفتحة على العالم كله، وأحب أتعلم من كل شيء وأتذوق وأستمتع بكل الأغاني وكل الألوان يعني شو ما كانت. بما أن اليوم ما شاء الله يعني عندنا الفنان محمد غنالنا، بتغني لنا شيء؟ لا، تدندني لنا شيء؟ ما أعرف، مع الأسف صوتي مو حلو. لا ما شاء الله عليك صوتك حلو. شكرا شكرا. شوفين سهام من يعني من قبل ما تين وهي من أمس الأمانة وهي مستانسة. هاي أختي، هاي عزيزة وغالية. هاي قالت أختي باكر موجودة وعزيزة. وأنا مستانسة بعد شوفتكم كلكم. أكيد منورين اليوم بقسم التراث. عاد ما ضيفناك، لازم نضيفكم من الجيماتنا. ما شاء الله الجيمات قبل شوية كانت رائعة. وصلت مرة ثانية بعد دور ثاني. والقهوة والشاي ما قصرتوا، يعطيكم العافية. و اليوم بيغني لنا بعد الأستاذ محمد، تغني لنا شيء تراثي إماراتي، حافظ شيء قديم للفنانين اللي قاصد جداكم حافي. نسمع قاصد جداكم حافي. قاصد أجداكم حافي يا حلوين المشام، ولكم ضميري صافي والغيركم ما يعم. قاصد أجداكم حافي يا حلوين المشام، ولكم ضميري صافي والغيركم ما يعم. وانتو من الأشرافي ولكم قدر ميعم، وانتو من الأشرافي ولكم قدر ميعم. منتو من الأبرافي دانات بزرو يم. الأغنية ونفس ما قالوا لك يمكن البنات قبل شوي سهام ومروة دوم تغني مقاطع صغيرة، نحن نكون طماعين بنسمع وايد. خالتي مريم دش معاهم. هي خالتي مريم سوي دويلي انت عساسة سمعت بقوة. نبي نسمع نحن، الكل يبي يسمع، كلنا نبي نسمع.
شوف الوازنة حتى نعكيت معاشرة بعد. حبكم وسط الحشا سادي. الساعة كنت بعيدة ما سمعنا. حبكم وسط الحشا سادي. نبغى نسمع. والله ما عطها 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 بالبيض. حبكم وسط الحشا سادي. حبكم وسط الحشا سادي. ما حظ والله ما حظ. لا بدون موسيقى شيء قديم. زي خالتي أهازيج اوكي. حتى البنت يوم قبل يمشطونها ويسوون شعر لها أغنية فيها بعد في تسوين. ما حافظه شيء؟ اغاني ليش مال بنات مال شو اسمها؟ العراس؟ يلا يلا يعني هي. يوم يغنوا لنا البنيه بالبيت اللي حي العروس حلو فالزين يلا يلا فالزين علينا عليكم ان شاء الله انا اقولها ليش انت شو اسمك؟ سهام سهام زين انا بدل ما اقول فطير قول سهام قول سهام يلا على قولت فالزين يلا فالزين عينينا يا ليش ويوه العاير ساعينينا يا وعينينا يا ليش ويوه العاير ساعينينا يا وعينينا يا ليش من القايب لهوينا يا وعينينا يا ليش من القايب لهوينا يا وعينينا يا ليش امي نسيح الفجيرة يا وعينينا يا ليش امي نسيح الفجيرة يا وعلي ويا يمو المعير وكرمينا يا وعلي ويا يمو المعير ريس وكرمينا يا وحيط فوالتنا يا تهمرين وتينا يا وحيط فوالتنا يا سهام تمرن يا تمرن ما بكملها لانها عوده الاغنيه ما اقدر المهم فايزين على فكره فايزين شوفي موت البارحه في العيد لا والبارحه بعرس في العيد البارحه بعد ايدك البارحه الحار واليوم اليوم اسمك خلاص انا عروس الفال عندك يلا انت وعقب هنا الحين كلنا على طول حتى يمكن الاسم اسمه فواله كلغه عربيه فصحى يترجمونه ان الفال الفال الحسن الاغنيات على الفواله ترى هي كل شيء كل شيء مع بعض تمر وتينا يلا واحنا برنامج فواله صحيح ضيوفنا اليوم شو الفواله اللي تحبونها شو الاكلات الاماراتيه الشعبيه اللي تجي تشتاقون لها من رمضان لرمضان والله الجيمات جيمات مع انها موجوده سبحان الله طول السنه هي بس يعني في رمضان غير يعني نحن لازم نحط لكم مره ثانيه فوالة من الجيماتنا ما نقول لا هي طبعا واستاذ محمد والله شوفي انا بالنسبه لي احب البرياني طول السنه طول السنه وزين برمضان يعني في اكلات شوفي رمضان خلنا نقول أنا من النوع اللي ماشي على يعني خلنا نقول الجيمات الجيمات غير الجيمات أنا عندي سؤال عواطف عن الأكل مش الأكل خلنا شوي عن الأكل مع خالتي محمد هاي اللي تسوي خالتي الحين شو والله ما أعرف صراحة الاسم أسئلة صعبة كل توهق زين شو تحس إنه يعني الاستخدام الأشياء اللي قاعد تستخدمها والله تستخدم هي إبرة الخياطة تستخدم خيط هذا اللي أعرفه أنا خالتي مريم على فكرة محمد والله شكلنا بنعرف اللي قاعد تسوي خالتي الحين أنا عارفت أنا بس ما بقول يعني اللي تحطيه مسالم هذه قحفية ومال يهال كان الأولين عالبوا هذا يسووها قحفية سواء للولد أو للبنت نفس الألوان على الرأس هي يسووها للأطفال الصغار يعني يحطوها على الرأس قحفية يسموها وحيقول كمية يسووها ألوان يسووها سادة يسووها مثل بي الباط يسووها بأي أنواعها وفي منها يسموها مثل لها أذن أذن منها ومنها هي. أي يوم البرد يلبسوها للياهل عن البرد وحق الياهل بعد خاتي يوم أول ما ينولد اللي يسوونها اللي تحت راسه عشان الكتاة هذا الشيء اللي يبوها يحطوها يلووها على الإيد سووها كتاة تحت راسه وأن علشان راسه ما يطلع ما طويل أو شيء يطلع سيدة ما شاء الله وبعد هذا اللي اللفة تكون لا 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 ايش قصدك الاقماط هي كان بخيط ولا ايش اسمها مال الشعر هذا الطويل اللي يبوه يحطوه انا اعرف كيف يسووها تبين اجيب ليش بنت هي والله هي يبغى صدق
عرفت الحين عندي والله في المكتب انا هيك ما يكون هني موجود عشان حتى المشاهد يتعرف على هالامور لان كل اللي يشاهدونه كل شيء عندي الطفل مقمط ودويته وما ادري شو كل شيء مسويته انا محطته انه فمنز داخل المكتب عندنا كل شيء محمد عرفتها الحين؟ ايه عرفتها الكمه ايه بس بدل ما نشتري نحن القحفيه من برا خلاص شغل ايد بعد اول كل شيء اسوي حتى كندورة الريال فروخه تسويها الحرمه صحيح الدرزها الطرز احنا يوم واحد بعد بنجيب ترى على فكره فكره خانه ان شاء الله بالنا ايه بنجيب على فكره كنا وياها فنرد على لا دهريه انا استويت صوتي على مين اقول دهريه ولا اتكلم بطريقه نعرف نشوف ما الانسان ما لازم يكون دهري ولا غيره يعني يتعلم من البيئه اللي هو عايشينها من الناس اللي هو عايش وياهم عيال احنا الحين من خلقنا بطون منا فاهمين يعني فاهم انا عشت في البيئه هذه شفت كلهم أهلي نفس الشيء يقعدوا مع أمي ياسين في الحوي يسوونه معاهم يعني يالسة يضربوني عشان أتعلم معاهم ما يخلوني أصير ألعب نفس شوفي مرت خالي هذه تسوي الملابس مال التنادي الريايل تجلسني معاها أسوي وياها ما أعرف أبغى أصير ألعب مع البنات لا يلسي أمي تسوي كلهم يسوي قرط البراقة حتى البراقة والله تعلمتها كيف يقرطوها الحمد لله يعني كل شيء ما نسيت شيء أنا من يوم صغري وأنا الحمد لله هي كانت العالم. مشاريع أصلاً هذه ما شاء الله إيه نفس هاي المشاريع اللي الحين المشاريع اللي يطلعون فيها الشباب ما شاء الله نفس الشيء إبداعات كانت إبداعات هي والله كل شيء الحمد لله رب العالمين ما تسوون ورش نسوي يعني نسوي يعني مثلا احنا عندنا مركز مركز اللجنه السايوم حد يطلب منا نعلم اليهال يعني على التلية وعلى الخوص وعلى شيء نسوي لهم ورش عمل يعطيك العافيه وان شاء الله المرات الجايه بعد بتعلمينا خلاص احنا اتفقنا انه لازم يسوي لنا ورشه بعد هنا الاوقات الحلوه دائما تعدي بسرعه ومشكوره خاله محمد وضيوفنا وتقريبا وصلنا نهايه برنامجنا اليوم اشكركم وبعد قبل ما نشكر احنا خلال البرنامج خلصت مباراه الفجيره وفازوا 5 ما شاء الله مبارك لي مشجعين على الظفرة اتوقع لهم لا هي على الظفرة 5-1 خلصت المباراة شباب الاهلي شو نتيجة انت شباب الاهلي يستاهلون بعدين عقب البرنامج شكرا لكم بنات يعطيكم العافية سهام يعطيك العافية عواطف وايضا ضيوفنا نورونا اليوم محمد المطروشي مطرب والوازنة فلاح رائدة أعمال نورتونا اليوم في استوديو فوالا أكيد وخالاتي بعد ما قصروا وأبدعوا دائما ما شاء الله دائما مواضيعهم الجميلة اللي فعلا هي بنقول نكهة البرنامج فعلا أكيد مشاهدينا وصلنا للختام طبعا بس بنختم على أغنية من عند محمد أكيد تصبحون على ألف خير مشاهدينا وإن شاء الله تريونا باكر في نفس الموعد إن شاء الله في أمان الله نرد لك محمد يلا الختام عندك يلا محمد وحبكم وسط الحشا سادي لو يبل متحملا كله وحبكم وسط الحشا سادي لو يبل متحملا كله أجد حله أحبكم وسط الحشا سادي لو يبقى